السلام عليكم متتبعي قناة حلويات أم هدى. وصفة اليوم وهي مقروط في الفرن، كيجي رائع. فإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة باش توصلكم جديد الوصفات. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله في تحضير هذه الوصفة. كنحتاجو 500 غرام من السميدة المتوسطة، عندي 100 غرام من الدقيق الأبيض، يكون بعبارة كأس الشاي المغربي، كأس العنبة، يكون غير ممتلئ، يكون نيشان. عندي 75 مليلتر من الزبدة قمت بإذابتها مع 75 مليلتر من زيت النباتية، أي 150 مليلتر يكون مخلط العنبة ما بين الزيت والزبدة. عندي ماء الزهر، الملح، ملعقة كبيرة سكر خشن أو سكر حبيبات، عندي القرفة والماء لجمع العجين. نبداو على بركة الله. أول حاجة كناخد إناء وكنوضع فيه السميد والدقيق، ثم أضيف رشة ملح، ملعقة سكر خشن، قليل من القرفة، رشة فقط منها باش كتنسم لي. وهنا غادي نخلط النواشف جيدا، ثم هنايا غادي نضيف الزبدة مع الزيت، وغادي ندخل هاد السميدة مع الزبدة. ما تدلكوش، كتبسبسوها غير بالأصابع ديال يديكم. انا هنايا غادي نخلي هاد السميد نتاعي يشرب الزبدة، ثم انا هنا ما غاديش نضيف له الماء وماء الزهر حتى يشرب لي جيدا الزبدة مع الزيت. بالنسبة للحشوة فكنحتاجو 500 غرام من معجون التمر، ملعقة كبيرة من السمسم يكون محمر في المقلاة، ملعقة كبيرة من الزبدة، غادي نستعملو ماء الزهر والقرفة. كناخد التمر نتاعي وكنضيف ليه ملعقة كبيرة من السمسم، نصف ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وغادي نستعملو 5 ملاعق من ماء الزهر. يكونوا 5 ملاعق كبار، كتبقاو دلكو حتى كيدخل ليك ماء الزهر مع التمر. فهنايا من بعد ما عجنت عجينة التمر كتاخدوا الزيت ما بين يديكم، فهو كيبقى كيلتصق، ولكن مع وضع الزيت كيولي مزيان القليل فقط باش كدهنوا يديكم وكدهنوه من الفوق وكتجمعوه بهذه الطريقة. هانتوما كما لاحظتوا فهو مع الزيت يكون مجوع. انا هنا غادي نقسم العقدان تاعي الى نصفين، يكونوا متساويين. فهنايا غادي نخلي العقده جانبا. كناخذ السميد نتاعي وكنضيف ليه القليل من ماء الزهر، خمس ملاعق يكونوا كبار، وكتخلطوا غير بالاصابع نتاعكم دائما. ثم غادي تاخذوا
الماء وكتجمعوا به. هانتوما كتما كتشوفوا القوام ديالو هو هذا، ما خصهاش تكون فيها الماء كثير، حدا انها تجمع لكم فقط. وغادي نقسم العجينه الى نصفين. فانا هنايا بعد ما صوبت كلتا العجينتين العقده والسميده كذلك، فكناخذ بلاستيكه وكنقسمها على جوج. كناخذ الطرف الاول كندهنو بالزيت، فكناخذ النصف الاول نتاع العقده نتاعي وكنطلقو جيدا. غادي نوضع المليح بلاستيكه باش يسهل عليا انني نطلقو جيدا، وكنرقق. وهنايا من بعد ما طلقت العجينه نتاعي بهذا الشكل هذا، فكنخليها جانبا، وكتاخذوا العجينه نتاعكم وكتطلقوها. اولا كدهنوها، عفوا كدهنوا البلاستيك نتاعكم باش كيسهل انكم تلويوها. فهنايا بعد ما طلقت العجينه السميده كناخذ العقده ديال التمر وكنسلحها فوق الاخرى. فهنا بعد ما قديت كاع الجوانب جيدا بالموس، فاش كتاخذوا البلاستيكه ديالكم من الجانب هكذا بهذه الطريقه وكتبقاو تلويو. ثم غادي نتوما كتلويو غير البلاستيكه. كتبقاو تديو تجيبو الموس غير بشويه بهذه الطريقه هذه. غادي نعاود مره اخرى الحجم اللي بغيتو. كما سبق لي قلت لكم تقطع كتبقاو تحاولوا تديو وتجيبو بهذا الشكل هذا. انا هنايا كناخذ هذا النتاف وغادي نزوق المول ديالي بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تزينوه، كل واحد كيزينو، او تخليوه غير هكاك بهذه الطريقه هذه. وغادي نوضعو في صفيحه الفرن. فانا هنايا بعد ما كملت الكميه كامله بنفس الطريقه بهذا الشكل هذا، فانا غادي ندخلهم للفرن اللي سبق لي شعلته. لازم يكون على نار متوسطه باش كيطيب لي مزيان. غير تشوفوه انه اللون ديالو ذهبي صافي كتحيدوه مباشره. انا هنايا بعد ما طاب لي المقروط نتاعي بهذه الطريقه هذه كيولوا اللون ديالو ذهبي بهذا الشكل هذا. فهو محدو سخون كتوضعوه في العسل. انا هنايا العسل غادي نضيف ليه القليل من ماء الزهر، والعسل لازم يكون مدفي في الاول. كنخلط ثم غادي نبدا نوضع حبه بحبه. كتخليو المقروط ديالكم انه يشرب العسل مزيان. انا هنايا بعد ما خليته يشرب لي تماما العسل كنحيدها. كناخذ شبطه او بسكاس وكنوضع فيها.
وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع المقروط او المعمول، كيجي رائع في الفرن وكيجي هش. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.